السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار من شيعة ويفز، نبدأها بأهم العناوين. مكتب المرجع الشيرازي يؤكد على إقامة الشعائر الحسينية بكل أنواعها واتخاذ الاحتياطات اللازمة في ظل جائحة كورونا. الخطوط الجوية العراقية تعلن عن تعليمات خاصة للراغبين بالسفر إلى إيران وتحدد الفئات المشمولة بالسفر. ومنظمة أوكسفام تحذر من جوع يهدد حياة 12 ألف إنسان يوميا بسبب تداعيات جائحة كورونا. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفصيلات الأخبار. أكد مكتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي على أن على المؤمنين إقامة الشعائر الحسينية بكل أنواعها في ظل انتشار جائحة كورونا. وورد لمكتب المرجعية في مدينة قم المقدسة الكثير من الأسئلة والاستفسارات من مختلف دول العالم حول تكليف المؤمنين في ظل الظروف الحرجة تجاه إحياء الشعائر الحسينية وإقامة مجالس العزاء في شهري محرم الحرام وصفر الأحزان القادمين. فكان الجواب من لجنة الاستفتاءات الشرعية في المكتب بإقامة الشعائر الحسينية المقدسة مع التقيد التام بالاحتياطات اللازمة. وجاء في معرض السؤال أنه في ظل الظروف الصحية الراهنة وانتشار وباء كورونا ونحن على أعتاب شهري محرم وصفر، ما هو تكليفنا تجاه ممارسة الشعائر الحسينية وإقامة مجالس العزاء في مختلف البلدان؟ وأجاب مكتب المرجع الشيرازي أنه نسأل الله تبارك وتعالى كشف الضر والبلوى وزوال هذا البلاء عن العالم، وعلى المؤمنين إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام وإقامة الشعائر الحسينية بكل أنواعها، خصوصا في محرم الحرام وصفر الأحزان، مع التقيد التام بالاحتياطات اللازمة في جميع الموارد. شهدت مدينة أجرا في غانا وضع الحجر الأساس لمسجد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بهدف خدمة أتباع أهل البيت عليهم السلام في المدينة. وقالت اللجنة المشرفة في بيان لها إن العمل يأتي انطلاقا من توصيات المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي في مجال تأسيس المراكز الإسلامية والدينية في أرجاء العالم لأجل نشر المعارف الإسلامية وتعاليم أهل البيت الأطهار عليهم السلام، مضيفة أنه تم شراء قطعة الأرض بمساعي وجهود بعض وكلاء المرجع الشيرازي في مدينة أجرا لبناء المسجد. وستكون من برامج المسجد بعد افتتاحه إقامة الصلوات المفروضة جماعة وعقد محافل تلاوة القرآن الكريم وإقامة المراسيم الدينية ونشر علوم أهل البيت وتعاليمها لأتباعهم عليهم السلام. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أن قوة أمنية مشتركة تمكنت من تدمير مقر قيادة لداعش الإرهابي وحرق 6 أوكار في محافظة ديالى. وذكرت الخلية في بيان لها أن القوات الأمنية المشتركة وخلال عمليات أبطال العراق بمرحلتها الرابعة تمكنت من تفجير 4 عبوات ناسفة تحت السيطرة وتدمير مقر لقيادة عناصر داعش الإرهابي وحرق 6 أوكار وتدمير 4 دراجات نارية. هذا وانطلقت فجر اليوم عمليات أبطال العراق الرابعة في محافظة ديالى بيومها الثاني، وذلك بهدف ملاحقة بقايا الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى، مع تطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع إيران والدخول بعمليات خاصة ضمن المناطق التي استغلتها عصابات داعش الإرهابية للتواجد فيها وتنفيذ عملياتها، وهي المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة. أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية العامة التابعة إلى وزارة النقل العراقية أعلنت عن تعليمات خاصة للراغبين بالسفر إلى إيران ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد. وقالت الشركة في بيان لها إنه يسمح بدخول كافة العراقيين الذين يحملون إقامة نافذة، كما يسمح بدخول المسافرين الذين يحملون عقود زواج من نساء إيرانيات، شرط أن يكون العقد مصدقا من قبل الجهات المعنية. مضيفة أنه يسمح بدخول المصابين بالأمراض المستعصية الذين يحملون تقارير طبية تثبت ذلك مع تأشيرة الدخول، ويسمح بدخول جرحى القوات الأمنية، منوهة إلى السماح بدخول المسافرين الحاصلين على تأشيرة دخول لأغراض تجارية، ومبينة أن الجميع سيخضع للفحوصات التي تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا. حثت محققة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة آنيس كالامار حثت الدول الأعضاء على الضغط على السعودية لإطلاق سراح ناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة قبل قمة مجموعة ال20 التي تستضيفها الرياض في نوفمبر تشرين الثاني. وألقت السلطات السعودية القبض على 12 ناشطة بارزة على الأقل من المدافعات عن حقوق المرأة عام 2018، بينما رفعت حظر قيادة النساء للسيارات في خطوة طالما دعت إليها العديد من المحتجزات، فيما جرى إلقاء القبض على الناشطات في إطار حملة أوسع على المعارضة شملت رجال دين ومفكرين. سمحت السلطات السعودية لمجلة فوغ العالمية بتصوير لقطات صاخبة لعارضات أزياء عالميات في منطقة العلا التي تتبع إداريا للمدينة المنورة، ونشرت الطبعة العربية من المجلة لقطات تحمل للحملة الدعائية للعلامة التجارية مونو. ووفقا لمراقبين فإن السعودية أثارت جدلا بعد أن سمحت بتصوير مشاهد وصفت بالفاضحة لعارضات أزياء عالميات، معتبرين طبيعة التصوير وفساتين العارضات الفاضحة لم تكن مناسبة لقدسية المنطقة، حيث إن موقع التصوير لا يبعد كثيرا عن المدينة المنورة. هذا وتأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل في إطار الإصلاحات المزعومة التي بدأتها السعودية منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، وهي أيضا امتداد لخطوات قلصت من سلطة الشرطة الدينية. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أكثر من نصف الشعب اليمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية للبقاء على قيد الحياة. وقالت اللجنة في تغريدة لها على حسابها على تويتر إن 66% من اليمنيين لا يملكون أي طعام، في حين يعاني 11% من سوء تغذية حاد، مضيفة أن 64% من الشعب اليمني محرومون من الرعاية الصحية، ومشيرة إلى حاجة 58% إلى مياه نظيفة. هذا وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي قد حذرت من أن اليمن يقف من جديد على حافة المجاعة بسبب نقص التمويل. ذكرت مصادر أمنية أفغانية أن 4 على الأقل من أفراد قوات الأمن قتلوا وأصيب 10 آخرون في إقليم باغلان شمال أفغانستان. وقالت المصادر إن الاشتباكات وقعت على طريق باغلان سامانجان السريع، وذلك بعد أن هاجمت حركة طالبان الإرهابية قوات الأمن، مضيفة أنه تم إغلاق الطريق السريع أمام حركة المرور لعدة ساعات، وتعرضت 4 سيارات طراز هانفي تابعة للقوات الأفغانية لأضرار في الاشتباك. هذا ولم يذكر مسؤولو الأمن المحلي المزيد من التفاصيل حول الضحايا في صفوف قوات الأمن في الاشتباكات. الخبر الأخير، حذر تقرير جديد لمنظمة أوكسفام يحمل عنوان فيروس الجوع من أن 12,000 شخص قد يموتون يوميا في نهاية العام الحالي بسبب الجوع الناتج عن تداعيات جائحة كورونا المستجد. وكشف تقرير منظمة أوكسفام أن كورونا قد يدفع هذا العام 121 مليون شخص جديد إلى حافة المجاعة، فيمكن أن يموت 12,000 شخص يوميا من الجوع المرتبط بالفيروس بحلول نهاية العام، وربما أكثر من المرض نفسه، في حين تدفع 8 من أكبر شركات الأغذية والمشروبات منذ يناير كانون الثاني الماضي 18 مليار دولار للمساهمين في رؤوس أموالها. وذكر التقرير أن هنالك 10 مناطق ودول في العالم هي الأسوأ جوعا، وهي اليمن وسوريا وأفغانستان والسودان وجنوب السودان وفنزويلا والكونغو الديمقراطية وهايتي وساحل غرب إفريقيا. بالإضافة إلى بؤر الجوع الناشئة في البلدان متوسطة الدخل مثل الهند والبرازيل وفنزويلا وجنوب أفريقيا. مشاهدينا، نهاية النشر هذا تذكير بأهم العناوين. مكتب المرجع الشيرازي يؤكد على إقامة الشعائر الحسينية بكل أنواعها واتخاذ الاحتياطات اللازمة في ظل جائحة كورونا. الخطوط الجوية العراقية تعلن عن تعليمات خاصة للراغبين بالسفر إلى إيران وتحدد الفئات المشمولة بالسفر. ومنظمة أوكسفام تحذر من جوع يهدد حياة 12 ألف إنسان يوميا بسبب تداعيات جائحة كورونا. مشاهدينا، ختام النشرة. شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء. اللهم عجل لوليك الفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.